السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحشتوني جدا. عارفة ان انا اتأخرت عليكم، بس ان شاء الله النهاردة هعمل لكم فيديو عبارة عن جزئين. ده الجزء الاولاني، روتين العناية بالشعر وازاي نقدر نطول الشعر ونحافظ عليه ويرجع كده رونقه، وخصوصا ان احنا داخلين على الصيف، والصيف بيأذي الشعر جدا، سواء من مية البحر او من الجو والرطوبة. خلينا نبدأ مع بعض. اول حاجة هنحتاجها زيت زيتون. ممكن ناس كتير قوي تستغرب زيت زيتون، ازاي نستخدم زيت زيتون؟ زيت الزيتون مهم جدا للشعر، بيخلص الشعر من القشرة وبينعم الشعر وبيساعده على انه يطول اكتر واسرع، وكمان بيمنع ان الشعر يتساقط وبيرطب فروة الراس وبيمنع الشعر من انه يتقصف. تاني حاجة زيت جوز الهند، وده طبيعي جدا ان احنا نستخدمه، ويمكن اكتر الناس اتكلموا عنه ان زيت جوز الهند بيستخدموه الهنود، واكيد طبعا لا غبار على شعر الهنود، مهم جدا وبيساعد على انه بيخلي الشعر بيلمع اكتر. وبيخلي الشعر كده بيلمع وزاهي وشكله حلو. هنحتاج كمان زيت الخروع. زيت الخروع مشهور جدا، اكتر الناس اللي بتتكلم عنه بتستخدمه لتطويل الرموش ولتكثيف الحواجب، وكمان بنستخدمه لتكثيف الشعر، وكمان بيمنع تساقط الشعر وبيخلي مظهر الشعر جدا 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 تقيل، وتحسي ان هو غامق، ومفيد جدا جدا للشعر. هنحتاج زيت الجوجوبا، وزيت الجوجوبا يمكن ناس كتير قوي ما تعرفش فوائده، بس هو مهم جدا جدا للشعر، وخصوصا للناس اللي شعرهم او جلد شعرهم دماغهم جلد حساس، بيساعد جدا على ان هو يدي لمعان للشعر وكمان يقوي الفروة بتاعت الراس، وكمان بيخلي الجذور بتاعت الشعر قوية، فبيمنع جدا تساقط الشعر وتقصيفه. مجموعة الزيوت دي ممكن تستخدمي كل واحد على حدة على شعرك، وممكن تستخدمي كلهم على بعض. انا خدت 15 ملي خلطتهم على بعض وربطتهم كويس، وبقى عندي الزيت ده روعة. استنوا الفيديو اللي جاي، هيبقى فيه شرح ازاي تستخدمي الزيت ده وازاي تقدري توصلي لأحسن نتيجة. بس دلوقتي متنسوش تعملولي فولو على انستجرام، وكمان تخشوا على صفحة الفيسبوك وتشوفوا الفيديو اللي فات، وكمان تابعوني على سناب شات عشان دايما بكلمكم هناك وبقولكم على اخبار هناك قبل ما تشوفوها هنا. وبحبكم جدا، واشوفكم في فيديو جاي وجزء تاني من عناية بالشعر. السلام عليكم.